بس ده كل اللي حصل. طب وانت ليه ما قلتليش ان المصيري باشا هو اللي مخطط لكل ده؟ مخطط لايه يا فشل انت وهي؟ حد يعمل اللي انتوا عملتوه ده؟ ساره انا قلتلك انك تتحكمي بيها بالروح مش تلبسيها جن. وبعدين معلش ستر ربنا ان اياد جه حكالي والا كنتوا خلصتوا عليها بالغباء بتاعكوا ده. ساره انا شرحتلك كل حاجه عشان تحكي لاياد. طبعا انتي مخبيه عليه كل حاجه عشان انتي مشاري ولا الكتاب ده اللي مصممه انك تفتحيه. الكتاب ده مهم جدا وكمان عليه حرس قوي جدا، ده غير ان احنا لو عرفنا اسراره هنبقى ملوك. ممكن تسيبك من الكتاب ده وتسمعيني كويس؟ انا عايز اسال سؤال، هو انت ايه اللي يدخلك في موضوع الجن ده؟ ازاي تخشي في موضوع الجن وانت عندك اللي اقوى منه بكتير؟ قول لها يا باشا اللي انت قلته لي. المعودة المنشودة هي من ستفتحها. ايوه اللي هي مين؟ الموعودة حولك موجودة، اسمها منها وهو مراياتها، متورثة نورها سابقة. اليوم الموعود لما يغطي الدم القمر. مقبرة سقارة دي محتاجة حد من المختارين هو اللي يفتحها، ونور واحدة من المختارين وهي اللي لازم تفتحها بنفسها، وكده على الأقل نتجنب دم أي حد فيكو. دم إيه؟ مفيش الكلام ده. أكيد مفيش، بس أنتوا لازم تفهموا حاجة، لما تلعبوا حد بالقوة دي لازم تلعبوا صح. قوة؟ قوتها منين دي؟ هي لا قوية ولا حاجة، ولا من الموعودين، ولا فيها شيء مميز. ماشي ممكن يكون عندها شوية روحانيات عليها، بس حتى مفيش نور سابقها. وبعدين هم قالوا الموعودة حولك موجودة، اسمها منى وهو مريادة، ايه علاقة نور بكل ده؟ وممكن تكون أي واحدة تانية من اللي حواليك. اسمها نور والباشا بيقولك روحها منورة. هي يا سارة، هي. وأنا خدت بالي من الموضوع ده من أول يوم شفتها فيه، روحها منورة، وتأكدت إن هي الوحيدة اللي هتقدر تفتح المقبرة دي. ولولا قوتها دي ما كانتش عدت من الهبل اللي انتوا هبلتوا فيها. اوكي فلنفترض انها هي، هنعمل ايه دلوقتي؟ على فكره انا مش عيل صغير، ولما بقول انها هي تبقى هي. انا كل اللي عايزه منكم انكم ما تتدخلوش تاني في الموضوع ده. والكتاب اللي انت ماشيه وراه ده مش انت اللي تمشي ورا كتاب سحر، وانت عندك كل العلم اللي انا علمته لك. أنا كده كده مش عايز أدخل معاها في حاجة تاني. إيه؟ خايف ولا إيه؟ مش خوف، بس أنا اتأذيت منها ومعاها. كل اللي طالبه منك يا باشا توعدني أي حاجة هتعملها ما يكونش فيها أذى ليها. أذى؟ وأنا من إمتى بعمل كده؟ أنا كل اللي هعمله إني هقعد أتكلم معاها، وأكيد بعد كل اللي حصل لها ده هتقعد تسمعني. أنا كل اللي عايزه إنها تروح معايا البيت، مش أكتر من كده. مش هتفهم، دماغها حجر. أنا كل اللي طالبه منكم إنكم ما تتدخلوش تاني في الموضوع ده، وأنا لو احتجت حاجة هقول لكم عليها. تمام أنا همشي، وشوفوا بقى أنتوا دي هتقنعوها إزاي ولا هتجيبوها إزاي دي. سلام. تلاتين في المية يا باشا. عشرين. خمسة وعشرين. مبروك عليك الشراكة. Watch it. ما تخليش حاجة تفوتك.